مساء الخفة والعفة وستر الروح. مساء الخفة والعفة وستر الروح. مساء السر اللي في عيونها اللي مش بتبوح. مساء الروح يا روح الروح. الشاعر والمخرج المسرحي مؤسس فرقة رحيل ومدير دار الملتقى للنشر والتوزيع الأستاذ حسام عزام. كتب عزله غالية جدا. اي كتاب هتعوز اعمل لك عليه تخفيض 50%. هو ده احساسك تخرج احساسك يا احمد يا مرام. مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم. قبل ما نوجه الشكر للفريق خرج احساسك، لازم نوجه الشكر لمؤسسه بيت الحجاز اللي اليومين دول نشاطها زيادة ويا رب يزيد ويزيد. وسعيد بفكرة التغيير والوجوع على المنصة، يعني دي فكرة جميلة، يعني ربنا يدمها علينا وعليهم دايما. شعر مش بعرف اقول شعر، بس ممكن اقول يا زمن محروم من جدعان متبهدل فيك الانسان. بحرنا كتير من غير برسة بندور على الذوق والخفة، ما لقينا غير كذاب زفة غشاش وجبان. يا زمن محروم من جدعان. شكرا. لا احنا عايزين 5 دقايق من الاستاذ حسام عزام يكلمنا عن تجاربه، اللهم صل على النبي، الحاجات الكويسه اللي هو بينفذها في الفتره الاخيره دي والمشاريع اللي جايه، ولو في دعوات حابب يوجهها للناس تكون متواجده معاه في العروض اللي جايه. يعني نفذ كذا عرض في الفتره اللي فاتت دي ما بين السيره الهلاليه 1 و2 و3 و4، وما بين شفيقه ومتولي، وما بين حاجات متميزه كتير قدمها الاستاذ حسام عزام. النشاط يعني اللهم صل على النبي، اللهم على حسن تسكين الخشبه، واحنا بنقول فيكلمنا لمده 5 دقايق كده عن اللي تم وعن ايه اللي جاي وبيحلم بيه. شكرا لاخويا الاستاذ سامح. البدايه ما كانتش مع حرائر السيره الهلاليه، البدايه كانت مع تغيير شكل من يعني هو التفكير خارج الصندوق في ان احنا ازاي نعمل تجمع او نعمل ندوه، بس الموضوع يكون خارج الصندوق. يعني احنا ما احناش صالون ادبي متخصص في شيء معين، احنا مجموعه من الهواه بنحب لعبه الفن فبنلعبها مع بعض. فكانت البدايه من خلال ان احنا عملنا مربعات الغرام، وبعدين قفه الهوى، وبعدين شخبطات على نغمه وبعدين طرقت في دماغنا فكره حرائر السيره الهلاليه. فكره حرائر السيره الهلاليه لما طرقت في دماغنا كانت الموضوع مبني على ان احنا ازاي نتكلم عن دور المراه في صناعه البطل. ازاي نتكلم عن دور المراه في صناعه البطل. وده ما كانش مكتوب بشكل كويس او موجود. السيره الهلاليه 1,100,000 بيتش يعني. ما كانش دور المراه فيه مهمش. ما كانش ظاهر وقوي، فاحنا بحثنا جوه السيره لحد ما طلعنا منها شخصيه خضراء. لما رجعنا للاغاني المكتوبه او الاشعار اللي كان بيقولها عم جابر ربنا يرحمه في القاء السيره مع الاستاذ عبد الرحمن الافندي، ما كانش مهتم خالص بدور المراه. فقام معانا بالدور ده الشاعر الاستاذ اشرف الخطيب. يعني احنا نكاد ان نكون الفرقه الوحيده اللي عملت السيره الهلاليه وكتبت لها اغاني، ما استعنتش بالمربعات اللي مكتوبه جوه يعني. وكملنا المساله بان احنا ازاي يكون عندنا رؤيه موسيقيه يعني جديده، يعني رؤيه موسيقيه جديده مع الحفاظ على اللحن بتاع الموروث يعني. فساعدنا في دون اخونا سامح حريدي وعمل رؤيه موسيقيه للموضوع. وقدمنا حراير 1، حراير 2، حراير 3، 1 كان خضرة، 2 كان سعيدة، 3 كان شيحة، 4 اللي كان من يومين دول اللي اتعمل في السينما والحضارة، وبعدين اتعمل في مكتبة القاهرة الكبرى كان عالية. وبعدين احنا قررنا ان احنا نوقف السيرة شوية، لأن السيرة في رمضان إن شاء الله هتكون موجودة في مسرح الأوبرا. ويمكن ده انا تاني مره اتكلم في الموضوع ده، وانا هكون موجوده في مسرح الاوبرا يوم 4/3 ابريل 24 رمضان. فهنعمل كولاج كبير قوي ندخل فيه مواضيع في بعضها. عملنا شفيقه ومتولي فكره ان احنا بنلعب على الموروث الشعبي وبنفكر في الموروث الشعبي. على فكره قبل ما اخرج موضوع السيره، هي موجوده كمان في احتفاليه
الهيئه العامه للكتاب في معرض القاهره الدولي للكتاب، ان شاء الله هتكون موجوده 4 ليالي جوه معرض القاهره الدولي للكتاب السياحي. عملنا شفيع متولي وبدانا نشتغل على الفكره بشكل اكاديمي شويه، اللي هو احنا عايزين نقول الحكي والموروث في السينما المصريه، ازاي هم عملوا شفيع متولي وازاي احنا لو فكرنا بره الصندوق وجينا نعمل شفيع متولي هتبقى شكلها ايه. وده الحمد لله رب العالمين تم، وهيتم عرضه كمان مره ان شاء الله خلال شهر واحد، اخر شهر واحد. الحدث المهم اللي قلب الدنيا كلها واللي كان مأثر علينا كلنا كفنانين هو اللي بيحصل في غزه. فعملنا برضو حاجه اسمها غزه في قلب المبدعين، واعتقد ان معظمكم حضرها ومعظمكم شافها، وتم عرضها مرتين، مره من خلال فريق خرج احساسك، ومره من خلال ان احنا عملناها فريق شباب الخريجين. وان شاء الله باذن الله ربنا يديك القرب عن غزه، وما نلحقش نعملها 29/12 في القبض الصحفيين، يا رب ما نعملها، نفسي ما نعملهاش، ونقول ربنا نحتفل بغزه يعني بانتصار غزه. هي دي فرقه رحيل المسرحيه، وهو ده التفكير خارج الصندوق. عندنا حدث مهم جدا بدعو كل الشعراء عليه ان شاء الله، هو ان احنا عاملين يوم 30/12 حاجه اسمها العاميه في ضيافه الفصل. ده هيكون في مكتبه القاهره الكبرى من الساعه 3:30 للساعه 6:30. اخواننا شعرة العامية بيستضيفوا اخواننا شعرة الفصحى. مكتبة الزاوية الحمراء ولا الفرقة الكبرى؟ لا، مكتبة الزاوية الحمراء. مكتبة من 3:30 ل6:30. لأن الدعوة مكتوبة لازم. أيوه الدعوة مكتوبة. لا لسه الدعوة ما اتعملتش. لسه ما عملناش دعوة. هو الموضوع إن شاء الله يوم 30/6 يوم 30/12 يوم 30/12 الفكره قايمه على ان شعره الفصحى بيستضيفوا شعره العاميه، وعاملين ايفنت جميل كده ان شاء الله، جايبين فطحله الشعر في اللغه العربيه وفطحله الشعر في اللغه العاميه، وهيكون في شنطه هديه هتتقدم لكل الحاضرين. الشنطه دي بتحتوي على اصدار لكل الشعر اللي هيتقال في اعتقد ان احنا ممكن نعمل زي اتحاد الكتاب ونجيب سندوتشات بس كده. احنا عند سامح حريري. شكرا. شكرا للاستاذ حسام عزام، النجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق.